بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده الحقيقه مليئه بالاخبار. في النصف الاول عندنا منافسات كثيره للفرق في النادي الاهلي، وايضا يعني بعض الاحداث المهمه على المستوى المحلي. ده هيبقى النص الاول من حلقتنا. النص الثاني هتبقى فقره حواريه. الحقيقه النهارده يعني الموضوع كله او الفقره الحواريه بتدور حوالين الكاراتيه. عندنا اثنين لعيبه في النادي الاهلي، عندنا ملك ولؤي. ملك ولؤي، ملك عبد الحميد ولؤي عبد الحميد، الاثنين اخوات، الاثنين توأم، عندهم 19 سنه وبيلعبوا في النادي الاهلي كاراتيه، وهقول لكم على النتائج او اخر نتائج جيده عملوها، وبيلعبوا ايضا في منتخب مصر. سبحان الله، يعني هم الاثنين توأم والاثنين اخوات. النهارده هيكونوا معانا في النصف الثاني. طيب ايه اللي حققوه؟ يمكن هنتكلم عن ملك الاول. خدت ثاني الدوري العالمي وخدت اول تصفيات المنتخب، منتخب مصر طبعا اللي خلصت منذ ايام لتحت 21 سنه. طيب لؤي اخوها عمل ايه؟ خد طبعا اول جمهوريه وتاني تصفيات المنتخب، لان طبعا المنتخب عشان يروح اي بطوله بيعمل تصفيات داخليه، بيبقى مع اقوى اللاعبين هنا في مصر بيحصل تصفيات على بناء عليها، ما لهاش دعوه بالرانك. الرانك بيدخلك بس التصفيات، وبعد كده بيحصل تصفيات عشان يختاروا اجهز واحسن لعيبه عشان يمثلوا منتخب مصر. الحقيقه الكاراتيه بيبقى فيه كومبيتيشن جامد جدا ومنافسه قويه لاختيار المنتخب. هيكون معانا ايضا مدربهم كابتن محمد السيد الشهير طبعا ب لعبه تقريبا كابتن محمد السيد ده مدربهم واللي بيمرن الاثنين ومهاراته، انا اسف مهاراته، بيمرن الاثنين، وهنتكلم معاه حتى ازاي بيتعامل معاهم، خاصة انها تجربة فريدة. يبقى معاك اثنين لعيبة اخوات توأم والاثنين منتخب مصر. ده هيكون في النصف الثاني من حلقتنا. هنروح لاخبارنا سريعا. هنبتدي بكرة اليد الرجال. الحمد لله الفرقة ماشية بشكل جيد. الحمد لله استطاع النادي الاهلي ينتزع الفوز من سبورتنج بدوري رجال كرة اليد، طبعا الفريق بقيادة مستر ديفيد ديفيز. المباراة اتلعبت امبارح على صالة الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وانتهت المباراه 24-22. بالمناسبه سبورتنج طبعا بيمرنه الكابتن مروان رجب نجم منتخب مصر السابق ومدير فني منتخب مصر السابق، واللي حصل معه على بطوله افريقيا. الشوط الاول كان خلص بتقدم 11-10 للنادي الاهلي، على ان هو انهى الشوط الثاني بنتيجه طبعا 24-22، وبكده يستمر النادي الاهلي في الصداره طبعا سور الكابتن مروان رجب. وبالمناسبه اقول لكم حاجه يعني لذيذه جدا على كابتن مروان رجب. المهم الفاز النادي الاهلي بفوزه ده يبقى هو بيتصدر الترتيب برصيد 26 نقطه بفارق نقطتين عن نادي الزمالك واللي بيجي ورانا في الترتيب. فرقتنا هتقفل الصفحه دي وهتستعد بكل قوه للماتش اللي جاي واللي هيكون قدام نادي الزمالك يوم الجمعه اللي جايه باذن الله، يعني تاني ايام رمضان. بالنسبه لكابتن مروان رجب، اللي ما يعرفش كابتن مروان كان لعيب باسكت اصلا، وفي منتخب 16 سنه سنه 1992 كان تم استدعائه من منتخب كره اليد تحت 16 سنة، ونفس الوقت تم استدعائه في منتخب كرة السلة تحت 16 سنة. ده خبر طريف كان عن كابتن مروان رجب. هنروح لسيدات النادي الأهلي، بالتالي برضو بيتصدر النتائج العام أو الترتيب العام في دوري السيدات لكرة اليد، وكان آخر فوز كان على نادي الجزيرة، فوز كبير الحقيقة برصيد أو بنتيجة 54-23. الحقيقة برضو فريق كرة اليد سيدات بيتصدر الترتيب، وطبعا بيقود الفريق كابتن محمد عادل زولة. عندنا 38 نقطة، دول رصيد الفريق حتى الآن، وضمن دخول المرحلة الأخيرة على قمة الترتيب. ولكن مش ده اللي بيسعى إليه النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي بيسعى للصدارة عشان يخش طبعا العلامة الكاملة أو نقطتين كاملين في الدور اللي بعد كده، اللي هيفرق عن التاني فرق نص نقطة. المرحلة اللي جاية أو الماتش اللي جاي هيكون مع نادي سموحة يوم الثلاثاء اللي جاي بإذن الله على صالتنا في نادي الاهلي مقر نادي الاهلي بالجزيره، طبعا صوره الكابتن محمد عادل زوره المدير الفني للفريق. هنروح لكره السله رجال. النادي الاهلي بيلاقي المصريه للاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر بعد ما تحدد ميعاده باذن الله. بالمناسبه المباريات هتكون بيست اوف 5، يعني تم زيادتها. السنه اللي فاتت كانت بيست اوف 3، ولكن الان اصبحت بيست اوف 5، والفاينل هيكون بيست اوف 7، يعني مجموعة كبيرة من المباريات تنتظر الفريق الأول لكرة السلة رجال. طبعا المباراة هتكون إمتى؟ المباراة هتكون الجمعة اللي جاية أول مباراة. المباراة الثانية هتبقى يوم السبت راحة، يوم الحد راحة، اثنين وثلاث مباراتين. أول مباراتين هيكونوا على ملعبنا، والمباراتين اللي بعديهم هيكونوا على ملعب المصرية للاتصالات اللي بيكون المركز الأولمبي بالمعادي. طب في حاله التعادل 2-2 بنروح لمباراه فيصل، ولكن تكون في ملعب الفرقه ذات الاحسن ترتيب او الاعلى ترتيب في
التصفيات واللي هو النادي الاهلي، هتبقى المباراه الخامسه في ملعب النادي الاهلي. هنا في مباريات مهم جدا، النادي الاهلي يحسم اللقاءين اللي على ملعبنا عشان نرتاح هناك، ناخد لقاء واحد من المباريات اللي هناك، نبقى ضمننا التاهل طبعا للنصف النهائي. انا عايز اقول ان المباريات هتكون برضو زي ما قلت لحضراتكم 24 25 راحه، وبعد كده 29 و30 مارس ويوم 2 ابريل ان شاء الله. دي المباريات ودي مواعيد المباريات. مهم جدا الفرقه تكسب، مهم جدا يعني نعدي بالمباراتين الاولانيين. في اخبار جايه ان والتر هودج مكمل، لا مش مكمل، هنقول لحضراتكم كل حاجه عن هذا الملف فور الاعلان عن ذلك من قبل النادي الاهلي. احنا طبعا عندنا اخبار وعارفين، ولكن احنا ما بنعلنش قبل اعلان النادي الاهلي عن اي شيء، ونتمنى التوفيق للفريق بقياده طبعا مستر اجوستي بوش المدير الفني الاسباني اللي بيتولى مسؤوليه، وطبعا المساعد كابتن احمد الجرحي وكابتن رامي الدياصلي. غدا الاهلي يواجه الجزيره بحثا عن الصداره مره اخرى في فريق كره السله سيدات. فريق كره السله سيدات بالرغم من فوزه كل المباريات، ولكن هو بياتي في المركز الثاني مش عشان خسر، ولكن بسبب ان نادي الزمالك انسحب فتم الغاء كل لقاءاته، وكان عندنا مباراه في احد الجولات مع نادي الزمالك، وان شاء الله بعد مباراتنا مع نادي الجزيره الدنيا هتظبط نفسها ونتصدر الترتيب باذن الله. المباراه هتكون بكره الساعه 8 على صاله الشهداء، الصاله اللي فيها هذه الصور على صاله الشهداء الساعه 8، وبالمناسبه هننقل لحضراتكم هذه المباراه على الهواء مباشره. هننقل لحضراتكم هذا اللقاء على الهواء مباشره، ويبتدي الاستوديو التحليلي الساعه 7:30 ان شاء الله، استوديو الابطال بكره، وضيوفي الاعزاء طبعا كابتن داليا عرابي وكابتن السلعاوي بكره في تمام الساعه 7:30 باذن الله. هنروح لكره الطائره رجال، الاهلي يهزم الترسانه ويصعد لنصف نهائي طبعا كاس مصر للرجال. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان احنا كنا بنلعب دور الثمانيه مع نادي الترسانه. النادي الاهلي فاز بنتيجه 3-0، وجاءت الاشواط كالتالي 25-16 25-17 و25-19، وهنلعب في قبل النهائي باذن الله مع نادي بتروجيت، واللي صعد بعد فوزه على نادي الطيران بنتيجه 3-2، وغالبا ان شاء الله هيكون النهائي هيكون قدام نادي الزمالك او المنافس التقليدي للنادي الاهلي في كره الطائره. طيب طب فريق كره الطائره رجال الحقيقه دخل الموسم في الجد، سواء الكاس رجال وسيدات، سواء الكاس او يعني كاس مصر او الدوري رجال وسيدات. وحضراتكم شفت اهو خلاص احنا نصف نهائي كاس مصر، وهيتحدد المواعيد من خلال لجنه المسابقات لاحقا باذن الله. هنروح لدوري الرجال بقى، احنا قلنا الكاس طلعنا نصف النهائي بعد الفوز على الترسانه، هنروح للدوري، رحنا نصف النهائي ايضا بعد الفوز على نادي سموحه بنتيجه 2-0 في سلسله بيست اوف 3. طبعا لما فزت مباراتين ما انتش محتاج تروح للمباراه الثالثه الفيصل، وده طبعا فوز اكيد مهم جدا خاصه نادي سموحه عامل فرقه جيده باذن الله. طيب اول ماتش لينا مع نادي سموحه هيكون المباراه القادمه يوم 25 مارس ويوم 9 الساعه 9 بالليل على صاله الدكتور حسن مصطفى. انا اسف، المباراه هتبقى في نصف نهائي المباراه اللي جايه، انا اسف ده الجدول، احنا لخبطنا ما بين الكاس والدوري، ولكن ده الدوري، ده الدوري هيبقى نصف النهائي مع نادي سموحه، هنلعب المباراتين لسه ما كسبناش لسه نادي سموحه، هنلعب المباراتين يوم 25 مارس و9 بالليل في صاله الدكتور حسن مصطفى، وتاني ماتش هيكون في نفس التوقيت وعلى نفس الصاله. اما لو قدر لا قدر الله خسرنا ماتش من الماتشين هنروح لمباراه ثالثه هتكون يوم 28 مارس باذن الله على صاله الدكتور حسن مصطفى. يعني ماتشاتنا 25 و26 25 26 ونفس الميعاد الساعه 9 بالليل باذن الله. طبعا احنا صعدنا الدور ده بعد ما فزنا على الطيران في دور الثمانيه نتيجه 2-0، طبعا كل التوفيق للفريق عشان اوتوماتيك ان شاء الله نتاهل لدور النهائي. وزي ما شفتوا حضراتكم احنا بنتكلم في كاس مصر قبل النهائي، بنتكلم في الدوري قبل النهائي، يعني ان شاء الله اسبوعين ثلاثه على نص رمضان على اخر رمضان هكون انت حسمت الدوري والكاس، خاصه الفرقه دي واخده بطولتين، البطوله الاولى وهي دوري طبعا السوبر المصري النسخه الاولى، ورحنا بطوله عربيه، دوري وكاس شغالين مع بعض بالتوازي، ان شاء الله الفوز يكون حلفنا ونحقق اربع بطولات، ثلاثه محليه وواحده عربيه، والافريقيه ان شاء الله اللي هتكون في شهر مايو في تونس باذن الله عشان نحقق الخماسيه السنه دي، ويكون فريق الكره الطائره يعني تاني الفرق اللي حققت الخماسيه بعد فريق كره السله السنه اللي فاتت مع مستر اجوستي بوش باذن الله. هنروح لسيدات الكره الطائره بقياده الكابتن حمدي الصافي، الاهلي يهزم الظهور ويصعد لنصف نهائي دوري سيدات الكره الطائره، نفس الوضع الرجال والسيدات ماشيين مع بعض
في المنافسات. الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حمدي الصافي صعد لقبل نهائي الدوري الممتاز للموسم اللي احنا فيه 22-23. فريقنا اتأهلت بعد فوزها على نادي الزهور بنتيجة 3-1 في الماتش اللي اتلعب النهارده العصر على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وجت نتائج الأشواط 23-25 بعد ما تأخر النادي الأهلي في شوط، ولكن استطاع أن يفوز الثلاث أشواط الثاني والثالث والرابع 25-19 25-14 25-12 في الشوط الرابع. فرقتنا كده فازت امبارح على الزهور في الماتش الأولاني من دور الثمانية بنتيجة 3-0 واللي كانت لعبة لنفس الصالة، يبقى كده ماتشين فزنا فيهم وبناء عليه بيست اوف 3 احنا المتأهل عشان نصعد لدور نصف النهائي إن شاء الله، وعشان نلاقي الفائز من سبورتنج والصيد. اللي هيكسب من سبورتنج والصيد هو اللي هيلاعب النادي الاهلي في نصف نهائي. نتمنى ان شاء الله نفس الحال لفريق السيدات للكره الطائره. هنروح لسكواش النادي الاهلي. مصطفى عسل كان بيلعب طبعا بطوله كناري وورف اللي بتتلعب في العاصمه الانجليزيه لندن. مصطفى عسل انتهت المغامره بتاعته عند نصف النهائي بعد ما طبعا ما خسر قبل النهائي في البطوله المجموعه جوائزها 110 ألف دولار واللي بتتلعب من 12 ل 17 مارس اللي احنا فيه. طبعا ما كانش ما حلفوش الحظ طبعا مصطفى عسل انه يفوز في قبل النهائي، وخسر قدام جويل ماكين اللاعب الويلزي بنتيجه 3-2 في مباراه استمرت 97 دقيقه. ده رقم كبير جدا او وقت طويل جدا. مصطفى كان بدا مشواره بالفوز على الفرنسي فيكتور كراوين بنتيجه 2-0، وبعد كده فاز على مواطنه الفرنسي ماسوتي بنفس النتيجه، وبعد كده يطلع قبل النهائي عشان يخسر بالنتيجه اللي قلنا لحضراتكم عليها. مصطفى عسل حتى الان هو متصدر الترتيب. كل التوفيق طبعا لمصطفى فيما هو قادم، ونتمنى له الحفاظ على التصنيف العالمي او صداره التصنيف العالمي. هنروح لاحد الالعاب اللي شهدت طبعا دروب كبير السنوات اللي فاتت في النادي الاهلي الا وهي لعبه الغطس. النادي الاهلي بعد 20 سنه استطاع انه يفوز بدرع الغطس او بطولات الغطس على مستوى الجمهوريه، في انجاز كبير الحقيقه. وغاب عن النادي الاهلي لمده 20 سنه، ولكن كابتن طبعا وائل عزت رئيس الجهاز، واقول لحضراتكم مين الجهاز الفني بالكامل للغطس، استطاعوا ان هم يشتغلوا اخر 4-5 سنوات على الغطس، وكان طبعا بكوره هذا العمل هو الفوز بدرع الدوري بعد غياب 20 سنه الحقيقه عن النادي الاهلي. طيب بيتكون الجهاز الفني والاداري مين؟ كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز العاب الماء، وعمر ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقعية، وطارق جمعة المدير الفني، ومحمد العسال المدرب العام، ومنة الهجراسي مدير الأكاديمية، وأسامة كساب المستشار الفني. ويضم الجهاز الفني أيضا كل من عمر الكاشف ونرمين وائل وداليا حتحوت ومحمد الدرديري ونورهان عبدو وهنا هاني ومحمد كمال إداري فريق الغطس وعبد الخالق عثمان مخطط الأحمال. ده كان طبعا جهاز كرة الغطس، واكيد اكيد ان شاء الله هيكونوا معانا وهنتكلم على هذا الانجاز الكبير في حلقه من الحلقات، بس على الله ان شاء الله نحاول ده قبل رمضان، لو ما كانش اكيد هنحاول نجيبهم معانا في شهر رمضان الكريم باذن الله. وكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا المحليه. هنبتدي بالكره الطائره. منتخبنا الحقيقه عنده تصفيات اولمبياد باريس 2024 في الدوري العالمي، ولكن وقع في مجموعه جامده جدا الحقيقه. طيب هقول لحضراتكم المجموعه: امريكا، اليابان، سلوفينيا، صربيا، تونس، تركيا، فنلندا. مجموعه قويه جدا. المجموعه دي المفروض هتلعب في العاصمه اليابانيه طوكيو في الفتره من 30 سبتمبر ولحد 8 اكتوبر. الاول والثاني هيتاهل مباشره الى باريس 2024، وفي حاله عدم صعودنا كاول او ثاني لازم نحسن تصنيفنا العالمي عشان نقدر نصعد على حساب منتخب تونس وهو المنافس المباشر والابرز. احنا بالنسبه لنا مهم جدا نفوز مباراة تونس في هذه المجموعة، زي ما حضراتكم شايفين مجموعة ضرب نار الحقيقة. الله يكون في عون المنتخب يعني، واكيد مدير فني اجنبي جديد هيجي، يعني الدنيا هتبقى صعبة جدا. طيب يقدر يتأهل ازاي؟ عندنا فرصة ناخد الترتيب العالمي، نسبق تونس في الترتيب العالمي، في الحالة دي نقدر نخش، ولكن مش دي طموحاتنا مع منتخب الكرة الطائرة، خاصة ان احنا عندنا كوادر ولينا تاريخ كبير على المشاركة في بطولات العالم. أكيد أكيد الاتحاد هيشتغل على هذا عشان يحسن طبعا ترتيبنا العالمي، وده التارجت بتاعنا التأهل لأولمبياد باريس 2024. هنروح لأحد الأخبار المهمة. بعد النجاح الكاسح في الحقيقة الاتحاد الدراجات ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في استضافة البطولات العالمية في الدراجات، مصر أو رئيس الاتحاد الدولي للدراجات يعلن إسناد بطولة العالم 2024 لمصر.
طبعا ده اكيد انتصار كبير للاتحاد وللرياضه المصريه. الفرنسي ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات اعلن من ايام حصول مصر على شرف استضافه بطوله العالم اللي جايه واللي هتكون في شهر 3 من سنه 2024، يعني كمان سنه بالظبط. الاتحاد الدولي وضع ثقته في مصر بعد ما شاف التنظيم المميز لبطوله كاس العالم للدراجات واستضافتها مصر على مضمار الدراجات الدولي في استاد القاهره في الفتره من 14 لحد 17 مارس اللي احنا فيه. البطوله شارك فيها 58 دوله وكانت تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. مصر خلال الفتره اللي فاتت قدرت انها تستضيف بطولات كتير كبيره ومؤثره على مستوى العالم، وباذن الله بنطمح في المزيد من البطولات. الحقيقه مهم جدا زي ما قلنا استضافه هذه البطولات، بس لازم زي ما بننجح في التنظيم لازم ننجح فنيا. هو ده الاوبتيمم اللي احنا بندور عليه، او الحاله المثلى او البرفكت، يعني الحاله المية مية ان انت تستضيف بطوله 100% تنجح فيها ان شاء الله. واكبر دليل بعد ما نجحت في كاس العالم ادالك بطوله العالم السنه الجايه. ولكن مهم جدا الاتحاد ما ينساش، ودي رساله لكل الاتحادات، ما تنساش مصر تستحق المنافسه. النهارده انت عندك كل شيء، بطوله على ملعبك، استعداد، هتاخد احسن استعدادات، مهم جدا تحقق النتيجه. كل سنه لازم تكون افضل من اللي قبليها، دي رسالتي لكل الاتحادات. طالما الدوله المصريه محققه لك كل شيء سواء بنيه تحتيه او استضافه بطولات دوليه كبيره على ملعبك، يعني على ملعبك وسط جمهورك، يبقى لازم تحقق نتيجه افضل مما سبق. هنروح للهوكي. هذه اللعبه الحقيقه الشهيده اللي دايما بتحقق نتائج على مستوى القارة الأفريقية وأيضا على المستوى العالمي، ودايما بنجيبها في أخبارنا، ولكن يعني محتاجة تغطيات إعلامية، وده دورنا الحقيقة في برنامج الأبطال، ما بنسيبش خبر عن الهوكي. مصر تصعد لنهائيات كأس العالم لشباب الهوكي. منتخبنا الوطني لشباب الهوكي تحت 21 سنة نجح في التأهل لكأس العالم اللي جاية واللي هتكون في ماليزيا في الفترة من 5 ولحد 16 ديسمبر اللي احنا جاي بإذن الله. منتخبنا كان ضمن الصعود لكأس العالم بعد وصوله نهائي بطولة أفريقيا واللي اتلعبت على ملاعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 12 وحتى 16 مارس اللي احنا فيه. مصر كانت خسرت في النهائي قدام جنوب أفريقيا بضربات الجزاء، يعني خسرت بصعوبة، هارد لك يا رجالة والله، معلش، 4-3 بعد ما كان الوقت الأصلي انتهى بنتيجة 2-2. وعايز أقول لكم إن الفريق ده يعني ما خدش إعداد قوي الحقيقة قبل البطولة. اتصور لو الفريق ده خد رعايه واعداد قوي، لا فريق الهوكي المصري يستطيع ان هو يحقق ارقام كبيره جدا، خاصه احنا في القاره الافريقيه المنافس التقليدي والدائم هي جنوب افريقيا. اخر خبر معانا النهارده، والحقيقه اللي فيه تقرير اكيد رحنا بكاميرا الابطال كنا مغطيينه، ختام ناجح لمنتدى رياضي مصر في الجامعه الامريكيه بالقاهره. امبارح اتعمل منتدى رياضي مصري، واللي اتعمل تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، وبتنظيم لجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه المصريه وبرئاسه النائبه في البرلمان ايه مدني، وده كان في الجامعه الامريكيه بالتجمع الخامس. المنتدى كان فيه جلسات حواريه مهمه، ورك شوبس زي ما حضراتكم عارفين، واللي بيحتاجها الرياضيين، وجلسات عن التغذيه السليمه للرياضيين، وطبعا ده البرومو طبعا عن المنتدى، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم جلسات حواريه ومناقشات مهمه اللي تهم الرياضيين، وجلسات عن التغذيه السليمه للرياضيين وتمكين المرأة في الرياضة المصرية، وطبعا وكل حاجة يشتغل عليها الرياضيين لحد أولمبيات، وأي حاجة هتحتاجها الرياضيين لحد أولمبيات 2024. المؤتمر حضره قيادات كبيرة طبعا ومسؤولة في الرياضة المصرية، رأسهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومرونيلاري أنانبي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ودكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري، والوزير الأسبق طبعا معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا طبعا كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والمهندس شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه، وحضر طبعا دكتور سراج، طبعا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ومعهم عدد كبير من اللعيبه. وطبعا كان على راس الحضور المهندس سيف الوزيري، طبعا يعني كان موجود وكل المجموعه اتكلموا وطرحوا افكارهم، والحقيقه استفاد بكتير من الرياضيين اللي حضروا هذا المنتدى. كاميرا الابطال ما فوتتش هذا الحدث المهم، كانت موجوده وعملنا التقرير ده في المنتدى، نتفرج عليه على التقرير ونرجع لحضراتكم تاني.
شايف انه حاجه مهمه جدا ايجيبت اثليت فورم ده النسخه الاولى، اتمنى انها تستمر كل سنه، وهي معموله للرياضيين، هي معموله للرياضيين والشباب لمناقشه مشاكلهم، ايه المطلوب النهارده. يمكن الستيك هولدرز النهارده حاجه اكثر من رائعه، ابطال اولمبيين، ابطال بارالمبيين، ولاد وبنات، مؤسسات كبرى بتدعم في الرياضه، اللجنه الاولمبيه الدوليه موجوده، الوورلد اولمبيانز اسوسيشن موجوده، فيعني يعني وزاره الشباب والرياضه موجوده، فكل الناس المهتمه بالرياضه موجوده، فرصه انهم يسالوهم يشوفوا المشاكل كانت ايه، الحلول كانت ايه، الرياضيين دول بيحلوا مشاكلهم ازاي، ايه الحاجات اللي لسه قائمه، هنطلع بتوصيات شكلها ايه، هل هتعرف تتنفذ على ارض الواقع، عشان السنه الجايه لما نعمل فورم تاني يبقى نفذنا بعض حلينا بعض المشاكل اللي موجوده للرياضيين، وان شاء الله يعني ده يساعد جميع رياضيين مصر انهم يادوا اداء كويس. المنتدى دوت يعتبر اول نسخه ليه، ان احنا بنجيب كل المتخصصين في جميع المجالات اللي ليها علاقه بالرياضه، سواء منتل، سواء ويل بينج، سواء تسويق، سواء استثمار رياضي، سواء اللاعبين نفسهم ومشاكلهم ايه وايه اللي بتواجههم. فصراحه الحدث كان طويل، احنا تقريبا بقى لنا 3 شهور بنعد ليه. الموضوع ما جاش صدفه، احنا كنا حاولنا من سنتين تقريبا عملنا المنتدى دوت، بس كان خاص للاولمبيين والدوليين فقط. كنا عايزين نفيد او ندي زي اديوكيشنال للعيبه، فالمره دي لا، احنا كبرنا السكوب شويه، دلوقتي اولياء امور، في مدربين، في ناس اصحاب مثلا حتى اكاديميات موجودين وحابين ان هم يتعلموا، وهي دي كانت اهم حاجه. انا كبطله مثلا بطله عالم واولمبيه حسيت ان في مشاكل كتير، وكانت اول حاجه هي الثقافه الرياضيه دي بتقابلنا، الناس مش فاهمه، سواء مدرس، سواء دكتور في الجامعه، سواء ولي امر، هم مش فاهمين ازاي يتعاملوا مع الرياضي او يتعاملوا مع اللاعب، سواء كان ابنهم او طالب عندهم في الجامعه او في المدرسه. فهي دي الفكره عامه بتاعه المنتدى. ان شاء الله المفروض ان احنا هنخلص وهناخد المين توبكس او المشاكل اللي بتقابل الرياضه من جميع الاتجاهات، وان شاء الله النسخه الثانيه هتكون بتغطي جميع النقاط. احنا اوريدي واحنا قاعدين بناخد النقط، اللعيبه عايزه ايه، حتى احنا بنتكلم ان الرياضه هي زي مثلث، هو اللاعب والبيت والاتحاد، الاتحاد لازم تكون فيه منظومه متكامله، مش مدرب بس، لا ده لازم يكون فيه منتال كوتش، لازم يكون فيه نيوتريشن، لازم يكون فيها السبلمنتس، لازم يكون فيه الهيلث، حتى ان احنا النوم، طريقه النوم بتاعه اللاعب بتفرق مع النتائج بتاعته. الموضوع ده مطلوب، يعني احنا مطلوب في السوق الرياضي المصري، يمكن الفتره دي ممكن ما تبقاش من افضل الفترات بالنسبه للرياضه المصريه او الكره المصريه بشكل خاص، يعني في نتائج او كده، لكن الناس بتحاول وبتجتهد وبتشتغل ان هي تعمل حاجه كويسه. وزاره الرياضه بتهتم بالموضوع، المؤتمرات بشكل كبير، اللجنه الاولمبيه كذلك، الجامعه الامريكيه برضو احنا عاملين معاها تعاون في كنادي اهلي في الناحيه التعليميه وشهادات الاداره الرياضيه في الناحيه التعليميه في الجزء الرياضي يعني. فاعتقد ان ده مطلوب جدا الفتره اللي جايه بالنسبه للشباب الصغيرين، يبقى في توعيه، يبقى في تواصل مع الاجيال، الناس اللي زي ما شفنا مثلا الندوه من شويه كان فيها فريده عثمان وكان فيها اكتر من حد من الابطال الرياضيين بيناقشوا افكارهم للشباب الصغيرين، فنبدا يبقى في بينهم تواصل. اعتقد الموضوع ده مفيد، وزي ما انت قلتي ده الاول من نوعه، فالاول من نوعه طبعا يعني ممكن يبقى في اول مره الموضوع ما يطلعش بالصوره اللي هي 100%، لكن اعتقد ان هي بدايه كويسه جدا، ولازم يكون عندنا منتديات كتير بالشكل ده. اكيد طبعا، يعني يمكن كانت البانل كانت بعنوان اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي What do athletes need، الاحتياجات اللي هو اي رياضي بيبقى محتاجها عشان يقدر يؤدي بشكل كويس في التمارين وفي البطولات عامه. واتكلمنا في نقطه السبونسرز، واتكلمنا في نقطه اللي احنا محتاجينه ايه من السبونسرز او كمان من الشركات اللي هي الوطنيه هنا في مصر، ان احنا محتاجين دعم اكبر عشان نقدر نوصل
لان احنا نقدر نجيب ميداليات اكتر في الاولمبيكس اللي جايه. والله انا مبسوطه جدا ان في حاجه زي كده اتعملت، لان احنا كرياضيين على مدار بقى تاريخنا في الرياضه بنواجه مشاكل كتير وصعوبات كتير وحاجات كتير الناس ما بتعرفش عنها حاجه وما بتسمعش عنها حاجه، هم دايما بيشوفوا الجزء الاخراني، يا اما احنا جايبين ميداليه يا اما ربنا ما قردش وما حصلش ان احنا حققنا نتيجه، بس ما بيعيشوش معانا الكواليس، ما بيشوفوش ايه اللي بيحصل، ايه اللي ممكن نتعرض له، ايه الصعوبات اللي فعلا بنبقى بنحاول ان احنا نتخطاها، ويا اما بنعرف يا اما ما بنعرفش. فشايف النهارده فرصه كويسه قوي الناس كلها تسمع وتشوف الجزء ده. يعني بصراحه انا مبسوطه قوي ان في ايفنت كده، دي بيكون ايفنت مهم جدا للرياضيين كلهم، وحتى الناس كلها تبقى عارفه ان الرياضيين عامه بيمروا يعني بصعوبات كتيره قوي، ففي بقى ابس اند داونز، مشوارنا بيبقى طويل وصعب، فيكون في ايفنت ان احنا نتكلم على ده وحتى نحاول ننسباير نلهم الناس التانية ان هم يكملوا في مشوار الرياضه ده، بصراحه حاجه مهمه جدا. هو اكيد يوم جميل ويعني مبشر بالخير ان شاء الله، يعني ان الناس بتفكر في الالعاب الفرديه وازاي يطوروها وازاي يقدروا يعملوا ابطال اكتر واكتر منها. نوعا ما او وجهة نظرا الشخصية ان كان دايما الاغلبية بتبقى اجتهاد شخصي، وان يبقى عندنا ابطال دوليين او اولمبيين بيبقى اغلب اجتهاد شخصي بمساعدة بعض الاندية، انما لو مشينا بنفس الكلام اللي بيتقال هنا ان شاء الله ممكن نقدر نعمل انجازات اكتر وابطال اكتر وناس كتير تقدر يعني تاخد ميداليات اولمبية، وده حلمنا الكبير يعني. الحقيقه مهم جدا يعني هذا النوع من المنتديات بيبقى فرصه للتواصل، بيبقى فرصه ان كل يعني مسؤول او كل يعني عنصر من عناصر اللعبه مر بتجربه، مر بمشكله، بيطرح ده في المنتدى وبيبتدوا يعني الناس تفكر في حلول. مهم جدا يبقى في كوميونيكيشن، ونتمنى طبعا هذه النسخه، دي النسخه الاولى الحقيقه من هذا المنتدى، نستمر او يستمر هذا المنتدى، اكيد دي حاجه جيده لو اتعمل نسخه ثانيه وثالثه وبدا يتوسع اكبر، وليه لا ما نشوفش أبطال أولمبيين عالميين بيجوا كمان ويقولوا تجربتهم. أكيد أكيد المنتدى ده هيطور نفسه، خاصة أنه هو بيقوم عليه مجموعة كبيرة من المسؤولين لهم خبرة كبيرة في هذا المجال. كده الحقيقة كنت خلصت أخبارنا، هنروح لفاصل عشان بعد الفاصل نستقبل أبطال الكاراتيه. زي ما قلت لحضراتكم اللي ما شفناش في البداية، حلقتنا النهاردة النصف الثاني هيكون على الكاراتيه، هيكون معنا التوأم ملك عبد الحميد ولؤي عبد الحميد، الاثنين بيلعبوا في النادي الاهلي والاثنين الحقيقه عندهم 19 سنه توام وبيلعبوا في منتخب مصر، وحققوا نتائج سواء على الدوري العالمي او على بطوله الجمهوريه وتصفيات ايضا منتخبات مصر اللي بتحصل دلوقتي برضو حققوا ارقام، هيكونوا معنا في الفقره الاولى. في الفقره الثانيه هيكون معنا مدربهم الكابتن محمد السيد، هنطلع لفاصل عشان نبتدي نستقبل ابطال. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البدايه اكيد شفت الصور، في البدايه برحب بابطالنا الحقيقه اللي مشرفينا في الاستوديو النهارده، برحب بملك عبد الحميد نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه وايضا منتخب مصر. اهلا بيك يا ملك. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك. برحب باخوها التوأم لؤي عبد الحميد ونجم النادي الاهلي ايضا ونجم منتخب مصر، اهلا بيك يا لؤي. اهلا بحضرتك. يمكن اجي لك يا ملك، انتوا مواليد 2004 يعني بنتكلم اكبر ومولاد النادي الاهلي صح؟ طب كلميني عن يعني اول يعني انت ما شاء الله واخده تاني الدوري العالمي واول تصفيات منتخب تحت 21 يعني انت بتلعبي مع الاكبر منك كمان الله اكبر. كلميني امتى بدانا نحصد ميداليات ونحط رجلينا على اول الطريق، بالذات لو خدنا بطوله او خدنا يعني او عملنا انجاز في بطوله كبيره، كان امتى؟ كان في حدود عندي، انا بدات كاراتيه وانا عندي 4 سنين تمام. وطبعا عايزه اقول لك عن نظام في النادي الاهلي كان تحفه، وكان قبل ما نبدا بطولات قبل ما نطلع بره كان لازم يبقى في تصفيات جوه النادي عشان يعودك ان على روح البطوله تمام. وده مش بيحصل في اي نوادي قبل كده بس. فالحق من اربع سنين كنت صغيره بس هم كانوا بيتعاملوا معانا بكل سلاسه. كويس حبيتي الكاراتيه بالظبط. طب احنا انت يعني ما شاء الله خدتي بطولات وانت صغيره تمام، امتى بقى بدانا نخش منتخبات؟ امتى بدانا ناخد ميداليات او نشارك في من 2019 بالظبط. 2019 كان دخلت منتخب ناشئات، سافرت بطوله دوليه كرواتيا، كان اول احتكاك ليا دولي،
تمام في منتخب مصر بس ما حصلش نصيب ساعتها، وكان كان اكسبيرينس كده. اه بطوله خبره بس رحت مع منتخب مصر. كان اول اشتراك ليك ده؟ كان اول اشتراك. تمام. بعد كده بقى؟ بس بعد كده دخلت منتخب، بقالي بالظبط 3 سنين في المنتخب اهو. في سنه بطلت عشان كنت ثانويه عامه. تمام. الحمد لله يعني ربنا كرمني بطب اسنان ما شاء الله. الحمد لله. هاي برافو بالزبط. عليك. بس بعد كده الحمد لله افريقيا، جبت اول افريقيا في 2021. برافو. مع المنتخب. وفي نفس السنه جبت برضو بحر متوسط، جبت تاني فردي وجبت تالت جماعي ما شاء الله. وادي السنه دي هو جبت بعد طبعا توقف في ثانويه عامه بالظبط. وجبت تاني في الدوري العالمي في الامارات. الله. الحمد لله يعني ان شاء الله في بطولات تانية، وبنستعد طبعا لبطوله العالم في 2024. اول حاجه جايه لكم؟ لا هو في طبعا السنه دي في بس طبعا الامل الكبير كله على بطوله العالم 2024 ان شاء الله. ذهب باذن الله. باذن الله يا رب. باذن الله ان شاء الله. لؤي اجي لك طبعا، انت مع ملك اكيد بداتوا المشوار مع بعض 4 سنين واتنين توام صح؟ طيب كلمني برضو زي ما يعني ملك كلمتني كده، بطولاتك بدات مع الناشئين امتى؟ وصلت ليه؟ يعني كلمني كده. هو انا قبل ما 2019 كنت جايب اول جمهوريه، فالنادي كان بيحفز اللي جايب اول جمهوريه كان بيسفره تركيا. حلو. فكان في بطوله في تركيا، دي اول حاجه سافرها، جبت ثالث جماعي وثالث فردي. طيب انت في 2019 حققت ايه مع النادي؟ 2019 هو انا دخلت المنتخب بس ما حصلش نصيب وما كملتش. تمام. لا انا بتكلم انت سافرت تركيا بناء على ايه اللي حققته مع النادي؟ كنت جايب اول جمهوريه. ممتاز. عشان كده انت بقيت يعني النادي الاهلي ادالك فرصه ان انت تحتك في تركيا. لعبت هناك بطوله. وجبت ثالث فردي وثالث جماعي. ما شاء الله، الله اكبر. ده كان 2019. ده كان 2017. ده 2017 انت بدات دولي قبل ملك. صح. يعني فرق شويه. بعديها بقى فضلت اخش المنتخب وربنا ما يكرمنيش واسافر واطلع وكده، لحد ما جيت السنه دي وسافرت اليوس ليج في دبي، بس ربنا ما كرمنيش برده. بس ربنا كرمني، كنت من اول 2019 لحد دلوقتي اول جمهوريه لحد دلوقتي، والحمد لله يعني. وكل سنه بخش المنتخب بس ما حصلش نصيب وما سافرش. يعني انت من 2019 انت بطل الجمهوريه. وبطل الجمهوريه ده بيبقى الرانك رقم واحد. تخش مع المنتخب التصفيات اللي بتتعمل دي. ساعات بكسب وساعات بخسر. بس انت المره دي واخد تاني. فانت كده تمام. انت كده الله. مسافر مع المنتخب ان شاء الله اي بطوله جايه. التصفيات بتاعت المنتخب دي خلصت امتى؟ يوم الاربعاء. هي كانت لسه قريب جدا. فين لحد يوم الاربعاء. وكنت معسكر مغلق وكده وبتاع. لسه المعسكر هيبدا ان شاء الله. يعني هم خلصوا المعسكر بعد كده. انما التصفيات ما كانتش معسكر. لا كانت في الاستاد القاهره عادي. كنا بنلعب مع بعض، وهي دوري واللي يكسب بنلعب الكسبان من الورقه الثانيه ولحد ما يبقى ياخدوا اول وثاني وبس. انت طلعت تاني. الحمد لله. يعني انت وصلت، طالما وصلت فاينل خلاص. الحمد لله. طب انت مبسوط ان بعد يعني سنه 2017 انت نورت جامد قوي. وبعد كده حصل لك بدلك شويه. السنه اللي فاتت كنت برضو موقف عشان بطوله العالم، كنت موقف عشان ثانويه عامه، بس ربنا كرمني. كنت مع ملك؟ عشان ثانويه عامه. برضو؟ لا انا بي اي اس، بزنس انفورماتيك سيستم. ما شاء الله. يعني انتوا توأم بس انتوا مش شكل بعض خلاص يعني. كطموحات يعني انتوا في الشكل قريبين من بعض. بس كميول وكطموحات مختلفه خالص. طيب انت وقفت عشان ثانويه عامه بس، وبعدين ربنا كرمني وانا السنه اللي فاتت كنت بسافر على بطوله العالم، وهما كانوا بياخدوا الاول بس هو اللي بيسافر، وانا جبت تاني برضه. يا خبر ابيض. يعني انت دايما بس اقول لك على حاجه، وقفت معايا على نقطه واحده. يعني هو كان 13 وانا 12. انا بقول لك يعني واضح ان انت عندك شويه بدله. بس لما هتفتح معاك. نعم. مش هتقف ان شاء الله. يعني ليه؟ لان ما شاء الله باين عليك انت واختك ان انتوا عندكم اصرار. يعني الباد لك اللي قبلك ده ولا ياثر فيك. الحمد لله. لان انت ما شاء الله كل من 2019 بطل الجمهوريه. فانت عندك حته بقى عدم التوفيق، والتوفيق دي هتيجي، ويوم ما هتجي لك دهب 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 ان شاء الله. عارف انت البرنامج زمان كان بيجي دهب 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 كده ما شفتوش غير الجمهوريه. طيب النهارده احنا خدنا تاني، احنا كده جاهزين نسافر. يعني هو هياخد اول وتاني المنتخب. بيعملوا المعسكر الاول والتاني بس ولا الكل اللي كانوا بيعملوا التصفيات؟ الاول والتاني اللي في كل الموازين. يعني هو بيبدا من 60 67 75 84 مفتوح. بياخدوا اول وتاني في كل ميزان ويعسكرون بقى في المركز الاولمبي. وزنك؟ انا بلعب 67. 67. وانت يعني؟ انا بلعب تحت 68. 68. يعني انتوا الاثنين تقريبا نفس نفس الرينج. انتوا اخواتكم كل حاجه زي بعض. طب قول لي، لما بداتوا كاراتيه مع بعض وانتوا صغيرين وودوكوا اللعبه دي، انتوا رحتوا انتوا الاثنين ولا واحد منكم بدا الاول؟ لا احنا كنا بنتمرن سباحه، فشفنا من بعيد واحنا ماشيين كده ناس بتضرب في بعض كاراتيه. الله. عشان عايز اضرب زي دول. فقلنا لماما احنا عايزين نلعب اللعبه دي. فبدانا انا وهي واخونا الكبير.
انت ليكوا اخ اكبر مني. اه 2003 سنه واحده. اسمه ايه؟ محمد. اسمه محمد. محمد ما شاء الله. محمد كان بيلعب كاراتيه برضه؟ اه بيلعب كاراتيه لحد دلوقتي. هو في كليه هندسه. كليه هندسه؟ اه يا جماعه الله اكبر. بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظكم يا رب. يعني هو كان سابقكم بسنه. اه وانتوا كنتوا بتلعبوا سباحه. اه وانتوا اعضاء جمعيه عموميه في النادي. اه طبعا. انتوا اعضاء جمعيه عموميه في النادي فطبعا هم اغلب الاعضاء يا سباحه يا كاراتيه. اه الصراحه انا اصلا كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا كنت عايزه سباحه، كنت عايزه جمباز عشان حاجه كده رقيقه بنوتاتي كده. بالظبط. رحتي بقى في المفرمه. بالظبط. ما كان المواعيد بتاعت السباحه يعني حصل لخبطه ما بين التمرينين بقى. اللي كنا بنخلص تمرين نخش التمرين ده ورا بعض. بالظبط. فروحت كاراتيه معاهم. احسن ده. انا عملت شخصيتكم. رحت كاراتيه معاهم بس. انتوا بتلعبوا كوميتيه ولا كاتو؟ لا كوميتيه. كوميتيه. كله بقى اشتباكات وكله كله شغل جامد. الكاتا ليها ناسها بس الكوميتيه فيها شويه اثاره. الكاتا عصب بقى وكده. لا طيب انتوا بداتوا سباحه وبعد كده رحتوا كاراتيه انتوا الاثنين؟ احنا كنا في السيم تايم، كنا سباحه وكاراتيه الاثنين كمان. كنا بخلص تمرين السباحه ادخل على تمرين الكاراتيه ارجع اذاكر. بس طب انت بطلت سباحه؟ بطلت سباحه من اول بطوله جبتها في الكاراتيه. انا ما كنتش في السباحه قوي يعني. انا بص انا كنت بتمرن سباحه ليه تحت ان انا عايزه يعني العب سباحه بقى يعني حبيتها وكده. بس كنت عايزه اتعلمها بس. دخلت كذا بطوله ما حصلش نصيب. بالظبط. والكابتن بقى بتاعي ساعتها قال لي لا لازم تركزي في حاجه واحده عشان نعرف احنا رايحين في انهي اتجاه. رحت قلت خلاص ما دام انا بحقق. لا ما افتكرش بس. في حدود يجي مثلا 11 سنه كده. 11 سنه بطلت سباحه بقى. بطلت سباحه. بقى حظك ماشي في الكاراتيه. في الكاراتيه بقى بتحققي بطولات. ده انا كنت بلعب كاتا في الاول ودخلت كذا بطوله كاتا في النادي برضو ما حققتش خالص يعني. كنت غريبه. بدات كاتا كمان. كاتا لازم اصلا نبدا نتاسس كاتا. كاتا بس. وبعد كده بدات كوميتيه. بالظبط. بدات كوميتيه بقى اول بطوله جبت اول. الله اكبر. على طول. وبعد كده بقى دخلت القاهره وجمهوريه وبقيت تصفيات منتخب وبقيت دولي. ما شاء الله. طب ولؤي كان نفس الكلام يعني؟ انت لا يعني بطلت سباحه في نفس الوقت؟ احنا كنا بناخد 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 الكره في كل حاجه. انتوا كان تمارينكم في الكاراتيه مع بعض وفي السباحه مع بعض؟ احنا كنا مع نفس الكابتن. في وقت يعني مثلا باباك ومامتك كانوا بيروحوا النادي كان ممكن يبقى فيه اختلاف في التمارين فيعيني كانوا يقعدوا مثلا اليوم كله. لا هو ولا كان منظمينها؟ هي ماما اللي كانت تعبانه معانا لان بابا مهندس بترول فكان بيسافر بره. بابا سايب الدنيا بابا طبعا. سايب هي الدنيا. ماما اللي كانت عامله كل حاجه. ربنا يعينه. فوالدتكم تعبه معاكم. كل التحيه ليها بامانه. طب تحب تقول والدتك ايه؟ يعني بجد شكرا انها تعبت معانا في كل حاجه وانها يعني لسه بتجري ورانا ومصره علينا وهي طبعا بتدينا يعني لو بنقع هي اللي بتقومنا وكل حاجه فربنا يخليها لينا يا رب يعني. طب تقول لها قبل رمضان يعني كل سنه وانت طيبه وربنا يخليك لينا وان انا بحبها. طيب تقول باباك بقى ايه اللي شقيان بره وتعبان وعمال يعني طبعا ربنا يخلينا لينا يعني احنا يعني من غيره ولا حاجه طبعا يعني هو يعني هو كل حاجه طبعا. ربنا يخليهم يا رب. ربنا يخليهم. انت نفس الكلام تقولي لمامتك. انا ماما تقريبا هي اللي موصلاني كل اللي انا فيه ده بامانه يعني انا من غيرها ولا حاجه ومش بأفور في الكلام بس فعلا ماما بتبقى معايا في الوحشه قبل الحلوه يعني مثلا اكيد طبعا في دروبس بتحصل لاي لاعب في الوقت ده بلاقي مثلا مش كله بيقف معايا مش زي اللي هو اما اكسب فلاقي كله معايا اللي هو. بتقول لك ايه مامتك لما تخسر؟ بتقعد تقول لي انا واثقه فيكي انا ربنا بيبتلي عشان يدي في الاخر ما تقلقيش وان شاء الله يعني ربنا هيكرمك. بتقعد تديني بوزيتيف انرجي بطريقه بتحسسني اللي هو لا لسه في عندك اكتر. بالرغم ان الواحد لما بيخسر بيقلل نفسه جدا حضرتك نفسه الناجح. حضرتك ان احنا بنتعب في التمرين او مثلا كان بتكلم عن نفسي انا بتعب في التمرين جدا اللي هو انا في التمرين بحس ان انا في بطوله فاما تخسر وتلاقي ان مفيش مجهودك ضاع على الفاضي. مامتك لمتك ان انت خسرتي ماتش؟ هو ما بتعملش اللي عليها. اما نقصر في البطوله. بتقولي ايه طيب؟ بتقول لي انا زعلانه منك جدا وماما بقى ما بتزعل يعني خلاص. ربنا يخليها يا رب. انا زعلانه منك جدا انت ما عملتيش اللي عليكي مش عشان خسرت لا انت عشان ما عملتيش اللي عليكي. وماما عندها الكاراتيه زي الدراسه بالظبط. اديتي هنا لازم تدي هنا. انت ما فيش حل اديتي هنا يبقى انت اكيد عندك نفس الباور انك تدي هنا. نجاح اي رياضي بيته. بالظبط. البيت باباه ومامته. طيب تقولي بقى للبنت حبيبه باباها يعني بقول ايه دي هي ما ينفعش يسيب بابا كده الراجل بتغرب عشان خاطرنا. بابا ده حبيب قلبي والله بيدلعني مش عايزه اقول لك لا بيدلعني على طول
طبعا بابا ما كانش في، يعني هو زمان عشان هو كان مسافر، فماما كانت هي الاب والام في نفس الوقت طبعا. بس طبعا هو بيكون مستني عايز يسمع الريزلت في الاخر، يعني ممكن تكون ماما هي اللي حاضره معانا المعركه من اولها، بس هو عايز الريزلت. مهما كانت الريزلت حلوه او وحشه هو بيفضل بيدعمني على طول طبعا. بس لو الريزلت حلوه فانت ليكي هديه جميله قوي. طبعا الهدايا بقى اللي بتيجي من بره دي بالظبط. فهو برده بيديني بوزيتيف انرجي كتير جدا. ولا طيب علاقتكم انتوا كتوأم مع اخوكم محمد الاكبر منكم في الكاراتيه، هو سابقكم في الكاراتيه وحقق اكيد حاجات في الكاراتيه زيه، فانتوا كده عيله انتوا الثلاثه بس؟ احنا في ولد وعندنا اخ صغير اصغر مننا بست سنين. ست سنين كاراتيه برضو؟ بس هو دلوقتي بيلعب كاتا. بس احنا عايزين الجينات ما شاء الله كويس، عايزين يعني ما شاء الله يعني يعني عايزين نستنسخ كتير ما شاء الله. طيب بتقولي ايه لاخوك، بتتعاملوا ازاي مع محمد؟ محمد ده يعني مثلا هو كل لاعب بيتصف بحاجه حلوه فيه. محمد دماغه تحفه في الملعب، يعني انا مثلا لما اكون في الملعب بكون راميه اكتر على المدرب ان هو انا بسمع عشان هو شايف من بره الملعب خلص. وطبعا الخبره بتجيب طبعا. هو بقى لا هو دماغه مع نفسه هو بيفهم تمرينه عنده المنتاليتي عالي او المنتال عالي، شغل المنتال في الملعب عالي بالظبط. فدي حاجه اصلا يعني نص الكاراتيه كمنتاليتي بجد كده. رأي نفس الكلام دماغه حلوه جدا. ايه ده بس غريبه قوي، يعني فرق بينكم سنه بس هو طبعا عشان تقولوا عليه مهندس كده. بقى اللي هو هيعذبكم. انا مهندس تفاصيل التفاصيل. ما حدش بيسيب ربنا يكفيك شر المهندس لما يركز في التفاصيل. بس هو يعني حلو ان انتوا تبقوا قريبين من بعض. طب اداك خبرات؟ اداك حاجه؟ انا عايزه اقول لحضرتك اصلا ان انا ما بحضرش بطوله غيرها لما يكون محمد هنا. هو بدا قبل منكم ولا بدا معاكم؟ لا احنا بدانا هو خمس سنين احنا اربع سنين كنا في نفس السنه بالظبط. تقريبا ما هو الفرق ما فيش. هو 2003 انتوا 2004 بالظبط. انا عايزه اقول بطوله هنا معايا لازم في الملعب عيني تبقى يعني هو بيكون زي ما بقول لحضرتك دماغه بتبقى مالهاش حل. ولو اي نفس الكلام لو اي بقى بتركز في الملعب اكتر. لا لا انا حاسس انتوا مختلفين شويه. يعني انتوا بس كل واحد لا هو دماغه وانا دماغي بجد. انا بلعب بدماغي يعني مش بفكر، دي في دماغي بلعبه. انا عايز اقول لك بقى تيجي ما تجيش. اقول لك على حاجه، انا حاسك شويه انا دي لا دماغك ناشفه. انا بحسك انت لا انت فليكس يعني الكابتن بتاعي يعني انا واحد الكابتن بتاعي لما بيجي يقعد بيخاف مني وانا بلعب. يا ساتر عشان بلعب بمزاج اكسب اي حد. لو مزاجي مش رايق اخسر من اي حد. طالما نجحت كده افضل كده. وطالما انت نجحتي كده افضلي كده. بس انا في مشكله، ما ينفعش ازاي يوم البطوله انا ماليش مزاج العب. انت كده لؤي؟ ايوه. اوبا انت من اياهم. لا ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده. ده بقى هي بص هي يمكن في البدايات بس. يعني في البدايات بس هتلاقي نفسك ممكن مودك بيتغير بتاع لما هيبقى احتكاكات كتير وتلعب كتير مفيش مود بقى يا باشا. هتقوم الصبح تاخد مودك ده تحطه على جنب وتنزل تلعب. والله يعني دي بس موضوع يعني ايه. بس عاجبني ان انتوا توأم بس سبحان الخلاق كل واحد ليه طموحاته وكل اماله وليه دماغه وليه. طيب عايزه تعملي ايه بالكاراتيه؟ عايزه توصلي لايه؟ انا نفسي حلمي من وانا صغيره ان انا ابقى بطله عالم بجد. زي مين؟ زي جينا فاروق. جينا فاروق دي حبيبتنا كلنا. دي دكتور مهند هي ودكتور مهند طبعا طبعا ده هو الاساس ده هو الايقونه الكبير طبعا. بس جيجي جيجي بجد جينا فاروق غريبه ان كل الكاراتيه بيقول لي جيجي يا جيجي. جينا ما بيقولهاش يا كابتن بيقولها جيجي. هي اصلا بتتعامل مع حضرتك كانها لاعيبه اللي هو زيك كده. احنا ما فيش فرق حقيقي. طيبه جميله 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 طيبه جدا قوي قوي قوي. لا طيبه انت عايز تبقى بطل تعالى ان شاء الله. ايه ابو بطل اولمبي علي عليك. شفت هتعلي عليها هيعلي عليكي بطل اولمبي. برافو عليك. طب هو الاولمبيات ممكن نيويورك او سوري لوس انجلوس اللي جايه احتمال يفكروا يدخلوا فيها الكاراتيه. انت هتبقى ساعتها انت الكبير كمان خمس ست بس سنين. لازم بقى يعني لازم اسافر كتير عشان اعلي البوينتس بتاعتي عشان ايه اعرف اخش من ضمن ال. طب انت عارف ازاي تعلي البوينتس بتاعتك؟ من كتر ما انا بشترك في بطولات وعلى الرانك بتاعي بيزيد البوينت بتاعتي بتزيد. طب دي محتاجه بقى ان احنا نعمل ايه؟ نركن المود بتاعنا على جنب. دي حقيقة الصراحه. هو طبعا البطولات طبعا دي كلها بيبقى ليها رانك اللي بتبقى ليك رانك على العالم. يعني هتكلم هتسالكوا سؤالين انتوا الاثنين اوكي ونشوف كل واحد الاختلاف. ماشي انا لو كنت اقدر اخليكم ما تسمعش بعض بس بقى هو حظنا نسمع بعض بس كل واحد يقول ايه عشان نعرف الفرق. شوفوا برغم ان انتوا توأم قبل المباراه النهارده داخل انت على المباراه فاضل ساعه اوكي التوتر ايه والدنيا تبقى ماشيه ازاي؟ بتفكري في ايه؟
طبعا بيبقى في رهبه، مش رهبه من اللي قدامي، انا طبعا بحترم اللاعب ده كاني زي زيه، حتى لو كان اقل مستوى او اعلى مستوى، انا في دماغي انا قدامي بدله بتتحرك بس. طبعا خايفه من الاولاني من ايه؟ ببقى خايفه طبعا من ان انا التعب يضيع. مثلا بيبقى قله توفيق مثلا كده، لكن ما بخافش من اللاعب اللي قدامي مهما كان مين، عشان احنا متعلمين من واحنا صغيرين قد كده ان احنا من النادي الاهلي كمان، ان احنا لو لعبنا قدام اي حد في اي نادي احنا النادي الاهلي احنا اعلى من اي حد. طب لؤي قبل ماتش ب 10 دقائق كده سوري بساعه، ايه التفاعلات اللي جواك؟ انا ببقى خايف بس. انتوا مشتركين مع بعض في الخوف؟ تمام. بس انا في حاجه كده يعني فاهم، ماما والكابتن بيطمنوا لما قبل الملعب بقول لهم عايز اروح التويلت. ده بجد بيطمنوا بقى فعلا، بيطمنوا انا كده مركز وهكسب يعني. لا طب ايه العلاقه؟ معرفش. هو هل هي عاده مثلا؟ لا بجد انا عشان خايف. ممكن عشان خايف. ممكن عشان خايف. خايف جدا. تبقى فعلا عايز تخش الحمام ولا بتعملها تيمن يعني ان انت بتبقى عايز تخش الحمام كتقليد انت بتعمله؟ لا عشان خايف بجد. عشان خايف بجد، فمثلا ممكن لما اروح الحمام ابعد عن الملعب شويه فارتاح. طب انت في مرات ما رحتش الحمام؟ في كتير. وخسرت؟ اه. لعلمك الموضوع ده مش مضحك. لا 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 خالص، بالعكس انا معاك قلبا وقالبا. كل واحد وليه طقوس قبل الماتش. برافو عليك، وما تخجلش من ده، ما تخجلش من ده خالص. بالعكس انا بروح بحس ان انا دخلت حمام فصلت عن الملعب خالص، دخلت اوضه اللبس وجيت. لا ما تخجلش من ده خالص، بس المهم حافظ عليه. يعني في لما تكبر في ناس تحب تشرب شاي، في ناس بتاع، انت بتحب كده، انت ليكي طقوس قبلها؟ ليكي حاجه بتعمليها ولا بتخش على طول؟ لا انا بخش على طول، انا ماليش دعوه بالظروف اللي حواليا عامه، يعني انا بلعب تحت اي حاجه. برافو، كل واحد وليه يعني. برغم ان انتوا توأم بس ليكوا يعني كل واحد ليه يعني دماغه. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل. بس خلينا قبل ما نطلع الفاصل يعني اشكر ضيوفي اللي نوروني، لان احنا الحقيقه ما عندناش وقت، فهيخش معانا كابتن محمد. شكرا. طبعا ملك عبد الحميد بشكرك. الله يهنيك. انت مشروع نجمه كبيره ان شاء الله باذن الله. بشكرك، نورتيني وشرفتين. ربنا يخليك. لؤي عبد الحميد طبعا اخو ملك ونجم النادي الاهلي منتخب مصر. بشكرك، وانت مشروع نجم كبير بس احط ضغوط على ده. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونستقبل كابتن محمد السيد، مهاراته مدرب طبعا الاثنين اللعيبه اللي معايا ملك ولؤي، عشان نعرف منه ازاي نشاتهم وهل معاه ابطال تانيين ولا لا، وايه طموحاته مع لعيبته، ولكن بعد الفاصل. زي ما قلنا لحضراتكم مرارا وتكرارا في برنامج الابطال، النادي الاهلي مش بيخرج بس الكوادر من اللاعبين، ولكن عندنا كوادر في كل عناصر اللعبه، سواء مدربين سواء اداريين سواء كل دكاتره، عناصر اللعبه كلها. كابتن محمد السيد مهاراته اللي معانا النهارده ضيفنا، احد ابرز مدربين الكاراتيه في مصر، واللي كان ليه دور كبير في اخراج النجوم. في البدايه بنرحب طبعا بكابتن محمد السيد مهاراته. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ايه قصه مهاراته دي؟ وانا ما كنت لعيب بقى وانا بلعب. ايه بقى كان مسمينك مهاراته ليه؟ كان زمايلي اللعيبه والحكام نفسهم يعني، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، انا كان ربنا كرمني الحمد لله يعني، كنت بلعب كل حاجه يعني دي اشاره للمهارات الكبيره اللي عندك. الحمد لله، وكان عندي شمال زي يمين يعني، احنا عندنا لعيب متخصص شمال بس او يمين بس، الحمد لله انا كنت بلعب شمال ويمين زي بعض، احسن من بعض، فضل ونعمه من ربنا عليا من وانا صغير يعني. يمكن ده اسمه مميز، انا ما سمعتوش كتير مهاراته. فضل ونعمه من ربنا. سمعت لعبه سمعتش، انما مهاراته يعني بتهيألي دي بتطلع للحريف. الحمد لله، فضل ونعمه والله، يا ربنا كرم ربنا عليا من وانا صغير، ربنا يعني كرمني الحمد لله، وده فضل من ربنا، وانا احمد ربنا واشكر فضله على النعمه اللي انا فيها الحمد لله. على كل حال، طيب انت لعبت كاراتيه فين وانت صغير؟ انا خالص بدات في مركز شباب صغير في المنطقه اللي انا ساكن فيها، في مركز شباب الاماريه. الاماريه طبعا مركز شباب كبير. الحمد لله، وربنا كرمني وكنت بطل القاهره وبطل جمهوريه لغايه 14 سنه. وبعد كده ربنا كرمني ورحت نادي الجيش من سنه 96 لغايه 2005. تمام. وانا في نادي الجيش 10 سنوات. اول لاعب دولي في نادي الجيش كنت انا الحمد لله. ما شاء الله، لعبت منتخبك؟ لعبت منتخب مصر اول افريقيا في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، خامس عالم في اليونان 2001، اول بحر متوسط، اول افريقيا، ثاني شرق اوسط في الاردن، فضل ونعمه من ربنا يعني عليا وانا لاعب الحمد لله. طيب هنروح لمجال التدريب، ايه اللي خلاك بقى تروح لمجال التدريب يا كابتن محمد؟ الكاراتيه ده في دمي يعني. الكاراتيه ده في دمي، انا بعشق حاجه اسمها كاراتيه يعني، من وانا صغري انا بعشق حاجه اسمها كاراتيه. انا لعبت كل الرياضات وانا في منتخب مصر لما كنت في معسكر في المركز الاولمبي عشان الكاراتيه، كل رياضه كانت بتساعدني للكاراتيه، كل حاجه
كل كنت باخد كل حاجه من اي رياضه ميزه فيها عشان الكاراتيه، عشان ابقى بطل عالم في الكاراتيه. والحمد لله طالما حابب هتبدا الحمد لله وفضل ونعمه من ربنا عليا يعني. طيب مين ابطال تاني غير لؤي وملك اللي كانوا ضيوفنا من الفقره اللي فاتت، مين الابطال تاني معاك؟ مين بيتمرنوا معاك؟ قول لي كده، اديني كده يعني عايزك تستسرد وخد راحتك ووقتك خالص، قول لي الابطال مين بيتمرنوا معاك وحققوا ايه؟ فضل ونعمه من ربنا، معايا فاطمه عبد الناصر دي بطله العالم مرتين ورا بعض، تاني عالم 2019، اول عالم 2022، بطولتين ورا بعض. طول السن ده هي معاك؟ هي معايا اصلا، فاطمه معايا من وهي عندها 8 سنين. خبر ابيض. وفاطمه دلوقتي ما شاء الله 18 سنه. انت اكبر كنت بتبقى معاها ازاي؟ ولا انت بتاخد ما تاخد اللاعب؟ انا معايا من حزام ابيض، انا لعبتي فضل ونعمه من ربنا عليا. ميزه النادي الاهلي بفضل الله عز وجل ما فيش حاجه اسمها نجم، انت بتروح حتى لو كنت نجم، يعني كنت شغال في النادي قبل النادي الاهلي وانا ابن النادي الاهلي اصلا. لما جيت النادي الاهلي خدت حزام ابيض من اول وجديد، بدات السلمه من اول وجديد يعني. كل دول لعبت من حزام ابيض فضل ونعمه لحد بطوله العالم. فاطمه ما شاء الله 2019 شيلي تاني عالم، 2022 كونيا تركيا اول عالم، اول لعيبه في نادي الاهلي تلعب فاينالين عالم ورا بعض. ده في منهم فتره كورونا في النص يعني، ومعايا طبعا فضل الله عز وجل اسطوره الكاراتيه في العالم عمر اشرف عثمان، ده انا مسميه الاسطوره. كم سنه يا عمر؟ عمر 16 سنه. 16 عمر اول افريقيا، اول محمد اصغر عرب. يقول على عمر كده يا عمر ان شاء الله يعني هيبقى احسن من مهاراته باذن الله. عمر اسطوره ده، هو كده يعني عمر ده شرف كبير ما شاء الله يعني. عمر وعندي ياسين احمد بطل العالم اللي فات برضو، ده تحت كام ولا؟ ياسين احمد ناشئين وعمر شباب وفاطمه شباب، كلهم بيتمرنوا معايا بفضل الله. ومعايا ان شاء الله باذنك يا رب يعني احنا بناخد كل فتره يعني بنخطط في النادي الاهلي عندنا احنا يعني دكتور مراد يعني طبعا ده استاذنا بقى وقدوتنا كلها مش من النادي الاهلي، معلمنا لازم الاول، لما جبنا تاني من اول مفيش حاجه اسمها تاني، احنا نشتغل على الاول. طب مين اللي جاب اول؟ عليك فلان. طب تعالى مهاراته نقعد نتكلم واحد اتنين، طب ايه الاخطاء؟ طب في ايه؟ في واحد لازم يكلمنا، لازم يقعد معانا يتكلم معانا. احنا بنتعلم منه كل حاجه. دكتور مراد عاصم ده قدوتنا، وطبعا دكتور محمد حسن مدير الجهاز طبعا ده دينامو بقى الكاراتيه في العالم مش في مصر يعني. انا عايز اقول لك ان يمكن صوتك رايح من التدريب. ما فيش، ما بيرجعش خالص. اقول لك انا ليه دايما باخد بالي، المدربين اللي شغالين وبقى ليهم حماس في الملعب الحمد لله بتلاقي دايما عنده بحه، دايما عايش بيها. ليه؟ لانه دايما بنوجه الناس في الملعب بصوته، فتلاقي دايما عنده بحث. صدقني لو قلت لحضرتك انا ما اعرفش اشتغل بالصفاره لازم اتكلم باين ما بحسش بيها باين. ففضل ونعمه من ربنا عليا يعني ان ربنا كرمنا يعني الحمد لله يعني احنا لعبتنا رقم، احنا احسن لعيبه موجوده في العالم فضل فعلا لله. احنا احسن لعيبه موجوده في العالم، احنا العالم بيتعلم مننا. احنا لعبتنا فضل الله رقم واحد على العالم على العالم. طيب شعورك ايه لما جيانا جابت الميداليه الاولمبيه؟ دي اسطوره الكاراتيه في النادي الاهلي، هي وطبعا دكتور مراد ودكتور مهند طبعا بطل العالم. دكتور مهند ده يعني اخونا وطبعا فرحت حاجه جميله حاجه جميله بتتعامل مع اللعيبه. لما بيكون عندنا لعيبه بتيجي ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه التربيه دي؟ ايه الاصول دي؟ دي ولاد النادي الاهلي. دكتور مهند، دكتوره جيانا، تربيه دكتور مراد، ولاد النادي الاهلي، عارفين يعني ايه النادي الاهلي؟ عارفين يعني ايه يقف على الملعب بيلعب بقلب النادي الاهلي. ما عندناش حاجه اسمها رقم اتنين. طب كابتن يعني جمهور النادي الاهلي يمكن الكاراتيه ما بيتزعش، ما بيش متابع اعلاميا جامد، بنشوف بس اللي نوره واللي كسبه. تمام. نقول ايه للجمهور للاجيال اللي جايه؟ يعني الناس عرفت دكتوره جيانا، وعرفت طبعا دكتور مهند مجدي وغيره وغيره وغيره، ومجموعه كبيره جدا من النجوم اللي طلعوا الفتره اللي فاتت من النادي الاهلي. الاجيال بقى من اول دلوقتي لؤي وملك ونازل. في ما شاء الله احنا ما شاء الله يعني عندنا يعني ان شاء الله بطوله العالم 2024 احنا النادي الاهلي باذنك يا رب هيبقى مشارك ناشئين ونشآت لعيبه من النادي الاهلي ولاد الاهلي شباب شابات 21 معقولة؟ أو قلت كلمة كده
قوام منتخبات مصر من الكاراتيه 100% منهم من النادي الاهلي، لا لا صح ولا لا؟ طبعا 85% 90%. احنا النادي الاهلي بيطلع لمنتخب مصر، يعني احنا بفضل الله عز وجل كان عندنا ناشئين ونشئات في بطولة العالم اللي فاتت، عندنا ياسين احمد جاب ثالث عالم، الله اكبر، بفضل الله عز وجل او الناشئ اهو، وعندنا ملك ناجي ما حصلش نصيب كده، حصل دروبه في دور الثمانيه، حصل لخبطه بس وصل دور الثمانيه، او وصل دور الثمانيه. عندنا فاطمه عبد الناصر، عندنا عمر اشرف عثمان برضو وصل لحد دور الثمانيه كده، وحصل دور عنده اصابه اصلا، يعني مصاب، اصابه قبل الكسر في رجله قبل قبل بطوله العالم. فلحقنا لمينا الدنيا، ولو كانت الدنيا زادت شويه كنا عمر اسطوره الكاراتيه في العالم مش مصر. بقول لك يا كابتن، لعيبه الكاراتيه كتير بيحب الكوميتيه اشتباك، وفي وبيبقى في دايما في احتكاك حماس. بس الكاراتيه برضو ليها لعبتها وليها عشقها، في لعيبه تحب الكاراتيه جدا. طبعاً. ايه اللي يميز ده وده؟ يعني اللعيب ده ايه اللي يميز اللعيب ده؟ يعني مدرب شفت لعيب في الملعب او على تقول له لا انت روح العب كوميتيه لعيب صغير، وشفت نفس لعيب تاني في نفس سنه تقول له لا روح العب انت كاراتيه، شاوته قدام شاوته. اللاعب كوميتيه قوي لان قلبه جامد، لاعب كاتا على الشكل طيب. حركه كتير ومشاغب وكده، ايوه تقول له يروح على الكوميتيه على طول، بس لازم يلعب كاتا عشان الحركات يظبط اداؤه، يظبط انضباط جسمه، انضباط لازم يتاسس كتا. يجي لنا متاسس كويس نبدا بقى يلعب لغايه قد ايه كاتا؟ يعني كاتا ممكن لغايه 9 سنين كده، 9 سنين بس بعد كده بقى تبتدي يوجه يعني كاتا كوميتيه. طبعا يعني انت من العيل صغير وهو صغير العيل وهو بيبان وهو معايا في المدرسه من ازم ابيض. يعني ممكن يبقى معايا انا مثلا باخد ما تزعلش مش اوته خالص، دي متعه، دي شطاره، ما انا بقى اوجهها. انا اخد كل ده وقلبه ده اوجهه اوريه يروح فين. انا وانت قاعد معايا انا اقول لك من غير ما اعرف اللعيبه بيحبوك جدا، ده فضل ونعمه والله عليا من غير ما اقول. يعني انا الحمد لله انا ربنا كرمني بدعوه امي ليا، انا امي بقى انا رقم واحد عندي، ربنا يخليها لك الحمد لله. انا بقول لها دلوقتي انت كل حاجه ليا، ما عنديش غيرك، دي فوق دماغي، انا ربنا كرمني عشان خاطر امي. الله الحمد لله والله. قولها قبل رمضان، اقول لها انت فوق دماغي، انت كل حاجه عندي، انت حياتي كلها، ما فيش حاجه غيرك، انت عندي رقم واحد، ربنا يخليها لك الحمد لله. يعني فضل ونعمه عليا، ربنا يديك الصحه وطوله العمر. انت متجوز؟ عندي الحمد لله زينه بطل القاهره والجمهوريه، وعندي احمد بطل القاهره والجمهوريه، وعندي محمود لسه اشبال مهاراته. مهاراته كلهم، مهاراته كلهم، مهاراته بيحبوا الكاراتيه زيك قوي كده. ومراتي بطلت عالم، مراتي بنت النادي الاهلي. احنا لو عندنا في كل لعبه 5 6 منك كده الحمد لله، والله بجد لو عندنا ناس بتحب لعبتها زيك ما بتتكلم بالشغف اللي انت بتتكلم فيه ده، احنا في مصر يبقى في حته تانيه. الحمد لله احنا في نعمه، والله في نعمه الحمد طيب. لله. مين اقرب ليك، اقرب ليك في لعبك في اسلوبك في المينتاليتي بتاعتك من اللعيبه اللي انت مرنتهم؟ اقرب واحد ليك انت تحس انه قريب منك، قريب منك مش شخصيا، قريب منك في لعبك، في لعب في فكرك، قريب مني في حاجه في قلبه. مين؟ عمر. انت عمر ده انت مؤمن بيه جدا. قلبه اصلي. في مقوله كده انا اعرفها من صغري، عضله القلب ملهاش تمرين، اللي قلبه جامد خلاص. كاراتيه سهل، كل حاجه في الحياه سهل، هنا وعمر. قصدك القلب، القلب العضوي ولا القلب، قلب الروح؟ قلب الروح، القلب، الرجوله على الملعب في عز. بص ميزان الابطال اللي جيب في اول يبقى احسن لاعب، هو ميزانه قوي جدا جدا. فوق 84 ولا كام؟ فوق 84. الميزان ده قوي جدا، قوي جدا، قوي. عمر ما شاء الله لسه مخلصين بطوله الجمهوريه، لاعب لعيبه مصنفين تحت جامدين قوي. شوقتنا نشوفه، خلص شوقتنا نشوفه. هو جه مع حضرتك؟ لا نشوفه تاني بقى. طبعا من فتره حاجه جميله يعني. شوقتنا نشوفه. وفاطمه برضو، ولؤي اللي كان مع حضرتك، وزينه بنتي. والله جامده زينه. ما تخافش، انا احب اللاعب اللي ما يخافش. كارتيسه انا اعلمه كارتيسه في لحظه، بس القلب ده ياخد وقت كتير. طب قصدك بالقلب انه ما يخافش منافس بتاعه، ولا القلب ايه؟ احنا بنحترم ولا يخوف اللي قدامه؟ لا احنا ما نخافش، اهم حاجه ما يخافش. فكرت ايه؟ بص يتوتر يعمل حساب، وده طبيعي، ما ينفعش ما يعملش حساب، ما ينفعش ما يتوترش، لازم يتوتر طبعا، ده احنا بشر صح. لكن الخوف ده لا، مفيش حد يخاف. تلعب باسم النادي الاهلي، تلعب اسم النادي، انت بتروح تلعب بره كل العالم بتقف تتفرج عليك، تبقى عارفه انت نازل على الملعب في الماتش الصعب، كل الناس تشجع ضدك وانت تكسب.
طيب هجيب لك السؤال بالعكس، مين اللعيب اللي تشوفه وتروح لبابا ومامته تقول لهم يا جماعه بعد اذنكم بلاش يلعب كاراتيه؟ فكرت شويه في السؤال ده، ده كتير اكتر سؤال فكرت فيه. لا ما انا هزنقك مش هسيبك. صعب. يعني انت مثلا شفت لاعب واللاعب ده شفت مصلحته انه يروح يلعب لعبه تانية، يعني ممكن يكون موضوع الكوميتيه مثلا مضايقه، ولا ده ما حصلش وما مرش عليك؟ مر عليا، مر عليا مرتين كده. كان عندي لاعب و يعني انا بحب اشتغل انا بنفسي يعني معايا كتير. واضح. فما بلاقي لاعب في يعني ايه في توتر شويه، في قلق شويه، بشتغل معاه لوحده، اجيبه اشتغله تعالى في ايه، اتكلم معاه. في لعيبه بتبقاش اصلا ما عندهاش حته ايه الشقاوه، هو طبعه هادي جدا، مفيش لعب لعبه قتاليه. حتى الكتا عنده، احنا عايزين الكتا برده كتا فيها بونكاي وفيها عنف وفيها شغل، في قوه بدنيه، انت بتطلع عرقانين يا كابتن. هو عبال ما تكوينه الجسماني نفسه يجيب الحته بتاعت الاعصاب والكلام ده هيكون فاته كتير قوي، هيكون بقى في ابطال عالم في سنه، فهو مش هيجاري الكلام ده. فممكن نفكر في لعبه ثانيه، في لعبه ثانيه ممكن حاجات ايوه حاجه هو هينجح فيها. ودي الامانه بقى ما بين المدرب وشغله. طب هسالك سؤال ثاني، هل لو قلت لولي امري كده ممكن يتقبل ده منك، ولا دي بترجع لطريقه القائك؟ بص هو دي في ولي امري يقول لك لا طب لازم ابني يلعب. ساعتها بقى لما يقول كده لازم تعرفه ان هو ممكن ما يبقاش بطل، ممكن ما يبقاش بطل، دي الامانه، بس هيبقى رياضه، دي الامانه. ايوه طبعا لازم، لازم عشان انت تحس بشغلك. انت تحس بشغلك امتى؟ لما تشوف النتيجه، توفيق ربنا. مررت منتخبات يا كابتن؟ الحمد لله مسكت منتخب مصر بيه والشبات السنه دي 2020، وبفضل الله عز وجل سافرنا سفريه واحده. فين؟ شمال افريقيا. شمال افريقيا فين؟ شمال افريقيا فين؟ كنا في الجزائر. الجزائر. الجزائر وبفضل الله عز وجل جبنا تاني، والفاينل كان مصر، كانت فاطمه والبنت اللي معايا في منتخب، وفاطمه جابت اول والبنت جابت تاني، يعني فاينل. طبعا برغم انها بتلعب به بتلعب فاينل. الحمد لله ما شاء الله عليك. احنا مصر رقم واحد في العالم، ده انا في جميع جميع المراحل السنيه، ولسه ده احنا عندنا لعيبه طالعه. احنا حظنا وحش قوي انها خرجت برا الاولمبيات ان شاء الله. انا سمعت ان في امريكا ممكن تلعب. ان شاء الله مفيش حاجه ابدا ربنا يعني. يعني باريس خلاص هي برا، انما الكاراتيه انا عايز ازاي الكاراتيه ما تبقاش لعبه اساسيه. عارف لو يعني وصلنا بالجيل اللي طالع ده احنا نبقى في حته ثانيه خالص في الاولمبيات. خالص. لو رجعت يا رب. طبعا لو رجعت في الاولمبيات احنا في حته ثانيه خالص خالص. عندنا لعيبه مسيطره على العالم، الناس بتتفرج عليهم، بتيجي بطولات العالم مش هتتفرج عليهم. ولسه في جيل طالع من النادي الاهلي ناشئين 2024 هيبقى لهم وجود جامد قوي في بطوله العالم. عندنا ممكن مريم محمود لسه اول امبارح جايب اول جمهوريه. الله اكبر. عندنا تحت كام ووزن كام؟ مريم محمود تحت 13 سنه ميزان 45، بس لسه وزنهم صغير يا حبايبي. اما احنا اول ميزان 47 في بطوله العالم. حبايبي صغيرين. وعندنا نور ايمن دي برضو صغيره طالعه برضو حاجه ثانيه. وعندنا علي سنبل، عندنا لعيبه وعندنا عمر ايمن، عندنا جيل قوي، جيل قوي في نادي الاهلي لغايه تحت 13 ماشي معاهم. ما كل دول هيطلع بقى لعيبه جامده. وان شاء الله زينه بنتي واحمد ان شاء الله باذن الله يعني تشوفهم احسن الناس يا رب، تشوفهم يعني زي اللي بتعمله مع اللعيبه واولاد الكاراتيه، كل اسره الكاراتيه في نادي الاهلي تعمل في اولادك ويبقوا هم ان شاء الله ابطال، ودايما يعني يجعلهم زي ما بيقولوا كره عينك يعني. الحمد لله والله احنا راضيين يعني يبقوا هم ابطال، لان انت اكيد نفسك تشوفهم ابطال. طبعا الحمد لله يعني. طيب هنتكلم عن المستوى الاعلى شويه، لو اتكلمنا على مستوى الرجال بقى والسيدات في النادي الاهلي بتختاروا على اساس ايه؟ يعني النادي الاهلي بيختاروا الفريق بتاعه كرجال وكسيدات واللي طالعين من تحت ازاي؟ بيطلعوا من اعمار يعني احنا عندنا السنه دي بفضل الله عز وجل فاطمه عبد الناصر وملك عبد الحميد هيبقوا درجه اولى. ما لعبوا درجه اولى، لعبوا درجه اولى، بس هم رسمي سنهم درجه اولى؟ لا رسمي سنهم صغيرين، صغيرين تحت 18 و17 طلعوا الدرجه الاولى، يبقى دول خلاص حاجزين مكانهم في الدرجه الاولى، حجزوا الحمد لله. فاطمه جابت اول قاهره وجابت ثاني جمهوريه انسات، وهي وملك من فضل الله عز وجل جابت اول قاهره برده ودخلت دور الثمانيه انسات ودخلوا تصفيات منتخب مصر ربنا كرمهم الحمد لله. طب هل انت بتحتاج مثلا كرؤيه فنيه كده ممكن تقول انا نفسي لعيب مثلا في بيلعب في النادي ده في النادي ده، نفسي النادي الاهلي، ولا من كتر الكفاءات اللي عندنا ما بيخناش نبص؟ احنا الحمد لله في نظام وسيستم ماشي في النادي الاهلي اللي احنا بنطلع بولادي النادي الاهلي. دكتور مراد عامل سيستم ونظام اللي احنا ما عندناش لعيبه محترفه.
ما تجيبش حد من بره. مفيش حد من بره خالص، كل دول ولاد النادي امل حزام ابيض من ايدينا، شغل ايدينا احنا. يعني احنا وعندنا بطل واثنين وثلاثه وعشرة في نفس الميزان. جم رئيس الاتحاد الدولي زاروا النادي الاهلي من فتره، من حوالي سنه تقريبا ما اتذكر. وطبعا التقوا بالكابتن محمود الخطيب، وجم بصوا على الاكاديميه وتدريبها. حضرت الزياره دي ولا سمعت عنها؟ لا لا، كان عندنا بطولات سمعت. قالوا ايه مثلا؟ قال انا شفته. هو قطاع الناشئين عندنا قطاع مميز، قال لك مش موجود حتى مدرسه زي دي في، أيوه، في اليابان. الحمد لله. يعني احنا عندنا سيستم ونظام محطوط لازم تمشي فيه، لو ما مشيتش فيه مش هتكمل، مش هينفع. احنا في ناس يعني جم اشتغلوا معانا في نادي الاهلي كانوا مكسرين الدنيا بره، ما مشوش معانا. اللي فيه سيستم ونظام، دكتور مراد ودكتور محمد حسن حاطط سيستم ونظام يمشي على الكل في اي وقت وفي اي مكان. هو النظام مفيش حاجه اسمها بطل، احنا عندنا كل يوم بطل، كل يوم بتطلع لعيبه، كل يوم مدرسه بتطلع. طب ليه الكاراتيه في النادي الاهلي، سؤال وجودي، تمام، سؤال وجودي، تمام، ليه الكاراتيه في النادي الاهلي كده؟ ليه لو رجعنا 100 سنه من ساعه انشاء النادي الاهلي واكتر، اكتر من 100 سنه، رجعنا 50 60 70 ليه الكاراتيه ليه دور جامده في النادي؟ تعرف التاريخ؟ علشان الفضل لله وحده ثم دكتور مراد. السيستم ماشي على الكل، مفيش حاجه عنده. يعني هنقول لا، هنقول دكتور مراد اخر 30 سنه ماشي. هل عندكم تاريخ لما قبل ال 30 سنه؟ ما تقوليش هي بقى دكتور مراد. طبعا دكتور مراد هو صاحب النهضه الحديثه لما بيقولوا، تمام، وكان مدير نشاط رياضي سابق، وكان وراجل يعني قدوه لينا كلنا، مش بس قدوه كمان، ده راجل متامل. أيوة. عنده تاملات يعني انا دايما احب الكتابات، واحب بنناقشنا في الشغل يعني بنتعلم طول ما احنا بنتعلم منه، بنتعلم. هو بيعلمنا، عمال يعلمنا، عمال يعلم فينا بجد. انت يعني مش عايز اقول لك، انت يعني نقلت لي قد ايه الروح الايجابيه اللي في كاراتيه، وعايز اقول لك الوقت مر بسرعه، انا ما حسيتش بالحوار معاك ولا بالوقت معاك. الحمد لله. كابتن محمد السيد مهاراته، بشكرك، نورتني وشرفتني. ده شرف ليا والله، شرف لينا والله، ودايما نطلع لنا ابطال. ربنا يعزك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع ضيوفنا الكاراتيه ملك ولؤي ومدربهم الكابتن محمد السيد. بديكوا بس مثال صغير زي الكاراتيه في نادي الاهلي شغال، وزي الكاراتيه في نادي الاهلي اصبح من احد يعني اعظم الافرع للالعاب، مش في نادي الاهلي بل في مصر كلها. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.